يطلع له غزال ياكله، يطلع له حصان يركبه، يطلع له كلب يعضه، يطلع له ناموس يقرصه. كلب ايه وناموس ايه؟ كلب ايه وناموس اللي هيطلعوا له في الصحراء يا اهبل؟ ايه دول؟ ما انت لسه مطلع يا عم اسد وغزاله في الصحراء. انا قلت لك حاجه؟ اهي لمطتك دي بقى اللي هتخليني مش هكمل لك اي حاجه. لا 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 انا اسف يا دول، انا غلطان، انا اسف. كمل يا دول، كمل والنبي. ياد انا بفيدك ياد في التاريخ ياد. المهم بقى، فضل رمسيس ماشي في الصحراء ماشي لغايه ما وصل لميدان رمسيس. لقى تمثال رمسيس، اتاكد ان هو ده الميدان. دخل المحطه، ركب القطر بقى الفرعوني يالا، ها، وداه لغايه الاقصر عند عيلته بقى، اتلم مع عيلته. عيلته دي يعني اللي هي الاسر يا دولا، زي الاسره اللي هي ال17 والاسره ال21 وكده. هون يخرب بيتك، ابتديت تفهم يا ده رمز اهو. الله، تلميذك يا دولا، تلميذك. المهم بقى، لما عيلته بقى اللي هم ايه، اللي هم نفرتيتي بقى، على توت عنخ امون، على خوفو، على العيال دي كلها، واخد بالك، وراحوا خدوا حته ارض بقى من المحافظه وبنوا عماره فرعوني ضخمه كده اهو على النيل بقى في 6 اكتوبر. كانت زراعات لسه صحرا بقى، واخد بالك، وراحوا عاشوا بقى كلهم بقى هناك في العماره، وقاعدين مع بعض بقى، لم شمل الاسره يعني كلها. يا دوله، يعني الاسره الاولى كانت ساكنه في شقه واحد، والاسره الثانيه كانت ساكنه في شقه اتنين وكده هون يعني، صح؟ ده انت تدرس تاريخ بعد كده يا، برافو عليك. رمسيس بقى كان ساكن في شقه 12 عشان هو الاسره 12، بس كان هم بنيين العماره على شقه، فهو كان ساكن في السادس بقى. السادس دي عاليه قوي يا دوله. معلش بقى، ما هو الاسانسير بردك بيسهل. اسانسير يا هبل، يا ايام الفراعنه من يجي بتاع 300 سنه على الاقل كان في اسانسيرات يا عبيد. امال يا دول، امال ايه؟ كانوا بيطلعوا ازاي وينزلوا ازاي دول؟ ما عشان كده بقى يلا اخترعوا المسله، يحطوا المسله قدام العماره الفرعوني، يجي مثلا رمسيس رايح الشغل، مراته تحضر له الفطار وبتاع، يقول لها سلام عليكم كده، ويقوم ايه نازل واخد طرف المسله من فوق، ويقوم الزحلق نزل على تحت، خد بقى العجله الحربيه اللي هي العربيه بتاعته دي، وطالع بقى على شغله في الوزاره وبتاع. الله يا دولة، الله. طب ويا دولة لما بيخلص بقى شغله ويجي مروح بقى يطلع ازاي؟ ما بيرجع بيرجع في الاسانسير، بيطلع ولا اهلا مطك دي اللي ولا مش هحكي لك حاجه تاني. يلا يلا، ايه دول؟ انا عايز استفسر، بيطلع ازاي؟ انا قلت افيدك يلا، وانت مش عايز تستفيد، اطلع بره. يلا دول، عايز استفسر بقى. ما تستفسرش، اطلع بره. خد 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 خد، تعال تعال تعال. عايز ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحث. يلا غور بقى من وش، غور من وش. واما تيجي هبقى احكي لك يلا بتاعت اخناتون يلا. انهي دي يا دول؟ اللي هم كانوا سايبه مش عايزين يجوزوه، اللي هي البت اللي كان بيحبها وبتاع. يلا اتكل على الله، بره يلا. انا الدكتوره هبه المنصوره. اهلا وسهلا حضرتك دكتوره، انا مش عيان يعني. I'm a psychiatrist حضرتك، وبدور عليك من زمان. يعني ايه يعني دكتوره نفسيه؟ دكتوره نفسيه حضرتك؟ طب وانا مجنون يعني ولا ايه؟ لا حضرتك فاهمني غلط، دي الشهادات اللي بتثبت ان انا متخصصه في علم التعايش. شهادات، واضح ان انت مقدمه على وظيفه. لا العنوان غلط حضرتك. مش حضرتك الاستاذ عادل سعيد؟ الله، ده انت عامله تحريات عني بقى. لاني عاوزاك في موضوع خطير. موضوع خطير ايه؟ هنهرب اثار ولا ايه؟ بعدين دلوقتي هدرسك. تدرسيني ايه حضرتك؟ هو انا كيمياء عشان تدرسيني؟ لا حضرتك راجل وعايش مع ستات، يعني قمه في التعامل مع التعايش. قمه مع التعامل مع التعايش. بعد اذن حضرتك، يعني انا مش فار تجارب عشان تعملي عليا دراسه حضرتك يعني. يا استاذ عادل، انا بألف كتاب. وانا مش صاحب مطبع. مين اللي قالك عليا؟ ولاد الحلال هم اللي دلوني عليك. دول مش ولاد حلال، دول ولاد حرام. وشخصيه سايكوباتيه كمان، ده شيء هايل هايل. سايكوباتيه؟ لعلمك بقى انا ممكن اقلب شخصيه بتنجانيه، وممكن اتهور على اي. لا انا هتهور عليك هنا. تهور على مين؟ انت مين حضرتك؟ اشتريت تمثال قط ابيض، اروح البيت الاقيه اسود. اسود ايه وابيض ايه؟ اكيد حضرتك كان معاك حاجه سودا بقى قعدت عليه. لا انتوا اساسا مستقصديني. يا عم مستقصدينك ليه؟ بقول لك ايه، مفيش تمثال واتكل على الله. لا اطلع بره. لا لازم اخد حقي. تاخد حقك يعني ايه؟ مفيش حق واطلع بره بدل ما اضربك. انت بتسوقني والله العوره. تعور مين؟ تعال ورينا تعورني ازاي. طبعا انت هتشهدي باللي انت شفتيه. ما اضمنش. يعني ايه ما تضمنيش؟ انت جاي تتعلمي النداله عليا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ابوس ايدك. هو انت كنت وافقت اني ادرس حالتك؟ انا سامعه انك عايش في وسط ضغوط كتير. ايوه بس الضغط المره دي ممكن يدخلني السجن. يا عم السجن للرجاله. يعني ايه؟ يعني انت مش هتشهدي معايا ولا ايه؟ مصلحتي فوق كل شيء. ماشي، عموما اللي ملوش اهل الحكومه اهله.
انت المجني عليه؟ ايوه يا باشا انا المجني عليه. مش بكلمك انت. ايوه يا باشا انا المجني عليه. اللي قدامك ده اهو انقض عليا زي الفك المفترس. بص سيادتك بيقول لك ايه، بيغلط او الحق بان له واحده اهو، سبحان الله الحمد لله، يعني بيقول لك الفك المفترس. ومن المعروف ان حيوان الفك المفترس حيوان مفترس يعيش في البحر الاحمر، وبهذا الواقعه حصلت في البازار، وبهذا يكون هذا المتهم اتجن عليا. والسلام عليكم. السلام عليكم. استنى هنا، تهجمت عليه ليه؟ حضرتك انا ما تهجمتش عليه، ده هو اللي دخل عليا البازار وهو اللي تهجم عليا الاول. سيادتك يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول. يا باشا والله يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول. وبالاماره حتى اسال رمزي. مين رمزي ده؟ رمزي حضرتك ده المساعد بتاعي، بس هو ما كانش موجود معايا ساعه الخناقه يعني. واساله ازاي اذا كان هو ما شافش حاجه؟ اضربوه بقى واضغطوا عليه وكهربوه لغايه ما اعترف كل حاجه. الورق اللي عندي بيقول ان في شهاده معاك، مين هي؟ انا يا حضره الضابط، وهشهد بكل حاجه لانه القانون لازم ياخد مجراه. انت هتعملي فيها امينه رزق. خلي بالك انت الشهاده الوحيده، وشهادتك دي هتحدد مين الجاني ومين المجني عليه. الاستاذ عادل اللي ايه اللي ايه هتهزري ولا ايه؟ الاستاذ عادل ده. طب وابحاثك ايه ودراساتك نسيتي ولا ايه؟ هتسيبني ادرس حالتك؟ كل اللي انت عايزاه اعمليه براحتك. هتستحمل؟ هستحمل، ده انا مستحمل رمزي مش هستحملك. هتتعب. ولا يكون عندك اي فكره. يا حضره الضابط الشهاده هتقول شهادتها. شهادتك يا دكتوره. انا ممكن اعرف عنك كل حاجه. حضرتك انا ممكن افضلك نفسي ساعه كل يوم اسمعك فيها ما يطلبه المستمعون. ساعه مش كفايه لاني هشتغل على محورين. محورين اللي هما ايه حضرتك؟ اول حاجه اني ادرس حالتك، تاني حاجه اني اصلح من شخصيتك السايكوباتيه. تصلحي من شخصيتي يا حضرتك؟ انا شخصيتي كده عجباني. يبقى خايف لا تنكشف. انكشف ايه؟ ده كلام فارغ. ده ايه اللي بتقوليه ده؟ العيال الصغيرين لما بيغلطوا بنقول لهم ده كده غلط ونسلح لهم. حضرتك ده بالنسبه للعيال الصغيرين، انت شايفه ان انا عيل صغير؟ ما انا شنب اهو، كان عندي شنب وحلاق. ده مجرد تشبيه. حضرتك كده شكلك جايه تهزري. خلاص بلاش، اطلع على النيابه واقول لهم. لا حضرتك نيابه ايه؟ عيب ان دكتوره حضرتك زي في مقام حضرتك تروح النيابه؟ عيب يعني؟ ما انت اللي مش راضي تقتنع. هم يومين استحملهم ويا دار ما دخلك شر. ما الشر دخل خلاص حضرتك. يعني عموما ايه المطلوب مني؟ انك تتعاون معايا. حاضر هتعاون معاك. وتعمل كل اللي انا بقولك عليه. كل اللي بتقوليه عليه لا دي ما اضمنهاش. هروح النيابه. اضمنها برقبتي. تروح تقول لهم في البيت ان انا جايه من محافظه عشان ادرس حالتكم واديكم شقه. موضوع الشقه ده من امتى؟ هي الحدايه بتحدف كتاكيت؟ بتحدف كتاكيت تلات اوض وصاله يا سناء. والله ما انا عارفه يا ابني هتعمل ايه في الشقه لوحدك لما نسيبها ونمشي. افهم من كده ان الاستاذ عادل شخص انطوائي؟ لا لا يا حبيبتي، عمره ما لبس طوائي. طوائي؟ ما شاء الله يا ماما دايما بتنصفيني كده الحمد لله. طب ولما كبر كانت شخصيته بتميل للعنف؟ نيفر ايفر. بيبي ده ما فيش زيه، ده زوج مثالي طول عمره كده، يعني هادي كده واليف. اليف انت بتتكلمي على قطه؟ فاضل تقولي ان انا ما بخربش يعني. طب عمره ما زهق واتعصب عليكم؟ ولا ليه ولا لا، ده اوفر ومقفر في كل نرفزاته على طول كده يعني، لكن على طول كان بيهبل شويه يعني. وياسمين كان بيذاكر لها؟ هو بابا لما بيرجع من الشغل بيقول انا تعبان وماما هي اللي بتذاكر. انا متهالي بقى يا جماعه تقوموا بسرعه بقى تحضروا الاكل عشان هي تاكل وتلحق تروح يعني. بس انا لسه معرفتش عقدتك. حضرتك عقدتي ايه؟ مفيش اي عقده ولا اي حاجه الحمد لله، وحضرتك انستينا وشرفتينا ونورتينا واديك عرفت المطرح وسلام عليكم. ايه ده وبدري كده؟ طب يلا مع السلامه، براحتك موبايلات بقى. عادل انت بتطردها ولا ايه؟ انا مش بطردها ولا حاجه، بس هي مستعجله لانها لازم تلحق مترو الانفاق، لازم تروح لاهلها بدري يعني. ما تحملش هم، انا قاعده معاكوا شويه كمان وانت تبقى توصلني بعربيتك بعدين. ده انت داخله على طامع بقى. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. اهلا وسهلا بحضرتك، وحد يحضر لنا العشاء بقى. عادل احضر العشاء يعني ولا؟ يا ماما حضري العشاء عشان تلحق هي تتعشى وتروح منوره. قول لي يا رمزي. نعم.
الاستاذ عادل بيعاملك ازاي؟ هو حضرتك بيعاملني بالشهر مش باليوميه. حضرتك ده مده خلف عقليا، انت بتساليه وبتتعاملي معاه كبني ادم يعني. واضح ان عندك عقده اضطهاد تجاه الاخرين. الله الله الله، وكمان هتطلعي لي عقد؟ انا مش عارف حضرتك دايما تطلعي فيا القطط الفطسانه. خلي بالك انا العلم كما بيزيد عليا الضغط انا مش عارف انا ممكن اعمل ايه. برافو برافو برافو. ايه انت مبسوطه مني ولا متضايقه؟ يا ستي ما ترسيلك على حل او شوفي لك دكتور نفسي يعالجك. يا استاذ عادل انا كنت بس بنكشك عشان اعرف اللي في دماغك. حضرتك انت تعبتي دماغي خالص بجد، انا مش عارف اعمل ايه بعد كده يعني، وعماله بتسالي لي في رمزي وعماله مرمطه انا والعيله كلها، مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. بصي انا بجد مش طامن ممكن اعمل ايه. استاذ عادل انت بتشجع العنف؟ لا حضرتك انا بشجع الترسانه. انا حسبت لك كلامي بالدليل القاطع. رمزي خدامك، انت تعبان في الشغل هنا مش كده؟ انا ايه هتقول تعبان حضرتك؟ انا شايله على كفوف الراحه، وحضرتك لو بصيتي لوشه والقفاه كده هتلاقي كفوف الراحه معلمه عليه. وانا بعد اذن حضرتك يا ست هانم يعني كنت عايز اقول حاجه صغيره. ما تبطل امور التساؤل ده، تقعد تقول لا ون 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 السهبل. يلا انا قلت قلت انا لا ون 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 اعصابه ساعات بتوسع يعني. اعصابي بتوسع لان اعصابي لو ضقت هتخنقك يا كرامتي. شايفه بيقول هتخنقك ازاي قدام حتى ماشي. رمزي يا ابني. ايوه اسمع كلام الاب الروحي بقى. انا واثقه ان انت بتتعب هنا اهو، شغل ومسح وكنس وتنظيف، بس كل ده هيتغير دلوقتي. الواحد ظهره اتقطم النهارده من شغل البازار اللي انا اشتغلته ده، انا عمري ما اشتغلت كده. هانت استحمل. ماشي ماشي ماشي. سوري يعني عادل، كنت عايزه اكلم معاك في امور عالقه منذ زمن، فبس على انفراد يعني في سريه تامه. اتكلمي يا مدام، انا مش غريبه ولا ايه يا استاذ عادل؟ طبعا دكتوره هبه مش غريبه، دي تعتبر واحده من العيله دلوقتي لدرجه ان انا بفكر اضيفها على البطاقه. اول طب هات 5 جنيه بقى عشان عايزين نجيب سكر. اديها. 5 جنيه تجيبي سكر؟ ده وضع طبيعي ان راجل البيت هو اللي يدفع الفلوس بتاعه السكر، وادي 5 جنيه اهي. ايه ده بكل بساطه كده؟ طب طالما كده بقى هات 10 جنيه. ايه 10 جنيه ليه؟ ما انت لسه واخده ال 5 جنيه ولسه ما برديتش في ايدي. انا حر؟ عايز اجيب شاي. عايز تجيبي شاي ب 10 جنيه؟ بقول لك ايه، ما تجيبي شاي من ابو 3 جنيه وتعملي لنا شاي خفيف بالمره يعني، عشان هو عايزه 10 جنيه. قوي قوي، اتفضلي 10 جنيه اهي. انا مش مصدقه نفسي، عادل بيديني فلوس كده بسيبان؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده يا ربي؟ طب هات 20 جنيه بقى. اكيد طبعا عايزه تجيبي الكوبايات اللي هتحط فيها الشاي. لا عايزه اجيب براد. براد؟ اما الفتره اللي فاتت كنتوا بتعملوا لنا الشاي في ايه؟ في كوز يعني؟ حاضر حاضر، يلا هانت ونخلص. عادل نسيت اقول لك حاجه، المكواجي قافل 3 ايام، جات له ضرب الشمس في الغالب. احسن يستاهل، اصل المكواجي ده يعني رخم. بقول لك ايه يا عادل، بمناسبه يعني المكواجي اللي غايب بقاله 3 ايام والله اعلم هيغيب اكتر من كده، ايه هتعمل ايه في قمصانك دي؟ مين هيكوهم لك القمصان دي؟ همكوا انتوا بقى في مكوتها بقى سناء. يلا ليه فاكرني جاريه ماجرها لك ماما بالاجره؟ اكويهم انت. ازاي يا استاذ عادل؟ ايه حضرتك انت فزعتين، انا افتكرت ان انت مشيتي، انت لسه قاعده. انت متواكل. متواكل؟ لا والله انا لسه ما اكلتش، انا مستني الاكل على النار يعني. يعني تعتمد على غيرك في الشغل اللي انت المفروض تعمله بنفسك، وده كله لازم يتصلح. ماشي حضرتك ماشي. سناء يا حبيبتي. بص يا سناء، انا خلاص ما تكويش القمصان وانا مش هكويهم ولا حد يقرب لهم خالص، لان بعد كده الدنيا حر هنزل بالحمالات. ها خلاص يا سناء يا حبيبتي، سيبي لي القمصان وانا هكويهم هكويهم. طب بالمره يا عادل، بما انك هتكويهم هتكويهم، عندي 15 فستان و13 جيبه و14 تيشيرت، ممكن تكويهم لي معاك؟ قوي قوي، ولو عندك كمان هدوم عايزاني اخدهم فمين تحت امرك. ولا تقلق، المره الجايه هبقى اعمل حسابك. ماشي ماشي يا عادل. عادل خلاص، انا شفت بابا شفت بابا، مش قادره انا خالص. انا الجوانتي بتاعي اللي بغسل بيه الطبقات انا مش لاقياه، ومش ممكن اغسل طبقين واحد من غير الجوانتي ده. طبقين واحد هتغسليهم بجوانتي؟ ده الجوانتي ده اكيد هيتلخبط. بصي يا حماتي سيب الاطباق عنها ما اتغسلت. ها بصي يا حماتي سيب الاطباق انا بغسلهم مكانك يا حماتي. يا سلام يا حبيبي يا عادل، تو تري جونتي. حضرتك في حاجه تاني؟ هي والدتك فين يا استاذ عادل؟
حضرتك اصل ماما يعني بتحب ساعه المغربيه تريح شويه. يعني انت ما بتقعدش معاها وتتكلم؟ اه لا حضرتك بقى من غير ما تقولي ها ولا اي حاجه انا هقوم هصحيها واقعد ارغي معاها لغايه ما تزهق مني. بابا ممكن تشرح لي الدرس ده؟ ده ايه ده؟ جغرافيا؟ ايه ده جغرافيا؟ دي جميله جغرافيا. عودي يا حبيبتي عودي. يد اتنين كب الف اربعه ومحمد علي ودخل القلعه ومحمد علي دخل القلعه. يا ابني ما تخلص اكل بقى خلينا نقفل البازار ونروح يا ابني. يا دولا يعني بلاش اشحن؟ بلاش اشحن؟ تشحن؟ ما انت بقالك قد ايه بتشحن يالا؟ ده انت واكل يخرب بيتك اكلته كله. يلا يلا خلص يالا. ما تخافش يا رمزي كل كل كل. عايز اشرب عايز اشرب. انت الكباب عمالك عينيك كمان؟ ما هو يالا الميه قدامك اهي والكوبايه اشرب. مش قادر يا دولا والنبي اتقني يا دولا اتقني. اه كابس على صدرك مش قادر تتحرك. ماشي ماشي هسقيه. بسرعه بسرعه كمان بسرعه. حاضر حاضر. معدنيه معدنيه معدنيه. الله يرحم ميه البطاريه. اشرب ياض. شبعت يا رمزي؟ مش عارف مش عارف ايه يا مش عارف. يخرب بيتك بعد ده كله مش عارف. ده بطنه قربت تفرقع حضرتك. ده واكل 3 كيلو. الحمد لله شبعت بقى دول. انا هدخل بقى دول المخزن عشان انام بقى. ايوه خش نام وخد معاك بقيه الاكل ده عشان تفطر بيه عشان بكره عندك شغل. الاكل ده يكفيك اسبوع. ماشي يا دولا اسبوع على خير. يلا 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 هي بكره خلاص الحمد لله الكابوس هيروح. ما قلتليش يعني ان بيجيلك كوابيس. لا ده كابوس جالي من يومين كده بس ان شاء الله قرب يمشي. فهمتك يا لئيم. ما تروحي بقى يا ست انت اكيد في البيت عندك قلقوا عليكي. مش ماشيه الا لما اشوف انت عملت ايه النهارده الاول. عملت ايه النهارده حضرتك؟ ما انت طول اليوم قاعده معايا وشايفه كل حاجه بنفسك. ايه ده بتعملي ايه؟ عضلات وشك فيها معاناه. ده مش عضلات وشي بس ده كلي. ضميرك مرتاح؟ لا. ليه؟ عشان حاسس ان في شوكه في زوري. شوكه في زوري. طب احساسك ايه وانا رايحه بكره النيابه اشهد واطلعك براءه؟ احساسي ان اخيرا اخيرا الحمد لله يا رب غمه وهتنزاح. بس عارف انا محتاجه يومين كمان عشان ادرسك فيهم. يومين ايه؟ لا ما احنا خلصنا الحمد لله ورايحه النيابه. احنا اتفقنا على كده. يومين ايه؟ انا بفكر اكلم وكيل النيابه يديني مهله كمان يومين عشان ادرس حالتك عدل. يومين كمان؟ ده انا اليومين اللي فاتوا طلعوا لي كلو في دماغي. كلو؟ يبقى لازم ادرس الكلو ده. زي ما اكون تعبان وارتحت زي ما اكون عطشان وشربت ده اللي انا بشعر بيه يا حبيب. زي ما اكون تعبان وارتحت. الله يا دولا الله. انت كنت في الحمام يا دولا؟ يلا هو دخول النيابه مش زي خروجها يا ابني. ده انت ما تعرفش النهارده وكيل النيابه قال لي ايه. قال لك ايه يا دولا؟ قال لي غور ياض من وشه وعلى الله اشوفك هنا تاني. ياه انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. يلا نعمل بقى عيد ميلاد بقى يا دولا. لا 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 مش هنعمل عيد ميلاد. هنعمل حاجه تانيه خالص. ايه يا دولا ايه اللي انا قلت لك عليه؟ انا عايزك بقى تنضف لي البازار ده حته حته ما الاقيش فيه حته ترابايه واحده. فاهم ياض ولا لا؟ انا تخليني اجيب لك كباب. انا ياض تخليني اشربك الميه بايدي ياض. ايه دولا يعني هم احسن مننا في ايه يعني اللي بياكلوا الكباب دول؟ اي حد في الدنيا بياكل كباب بياكل فول وطعميه احسن منك يا رمزي. انا تخليني اشربك ميه ياض. ما هي دولا بصراحه يعني اللي يلاقي دلع يا دولا وما يتدلعش يبقى غبي. انت غبي بدلع او من غير دلع. يلا روح نضف كل اللي بقولك عليه. اتكل على الله. حاضر بقى دولا بقى. الله دولا الا صحيح يعني ابو الهول مناخيره مكسوره ليه يا دولا؟ مناخير ابو الهول اتكسرت ليه؟ ايوه دولا يعني كان مثلا هو عنده زكام؟ لا كان عنده زكام مثلا مسك منديل راح لا كسر مناخيره. يهبل يهبل. لا دي حكايه طويله. انا احكيها لك؟ يا ريت يا دولا يا ريت يا دولا. ماشي 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 ما تحكيش الا لما اجي لك يا دولا. يلا ماشي يا دولا. يا فترتسي يا فترتسي يا فترتسي. احكي يا دولا احكي.
بص يا سيدي، تسمع انت طبعا عن واحد اسمه نابليون بونابرتر؟ لا يا دولا ما اعرفوش، ده ما سمعتش عنه قبل كده. يا نابليون بونابرتر يلا، ده معروف جدا، ده بتاع قائد الحمله الفرنسانويه على مصر يلا. هم جم عندنا يا دولا كده ولا ايه؟ الفرنسانويين بقى اما جم مصر ومعاهم بقى نابليون، كان هو بقى الزعيم بتاعهم، فجي بقى مصر، اما احتل مصر بقى ايه، راح سرق كل الاثار وكل الحاجات اللي في مصر دي وخد معاه على فرنسا. يا ابني ايه ده، يعني كل الحاجات اللي عندهم دي يا دولا بتاعتنا احنا اصلا؟ امال ايه، انت لو مشيت في الشارع في فرنسا كده هتلاقي مثلا ميدان محطوط في وسطيه مسله، دي واخدها من عندنا، تلاقي ميدان تاني محطوط فيه اللي هو برج ايفل ده اللي هو عندهم ده، واخدينه من عندنا. يا خبر ابيض، دول كلهم يا دولا برج ايفل والمسله والحاجات دي كلها؟ يعني عارف حتى بعد ما شالوا المسله حطوها عندهم وراح شالوا برج ايفل، حتى تلاحظ هم مسمينه ايه، برج ايفل المائل. ليه؟ لان ما كانش معاهم ميزان ميه، بعد ما فكوه من عندنا وراحوا يركبوه تاني مال منهم كده، فسابوه مائل بقى زي ما هو. يا ابني يا مدرسه يا دولا، يا مدرسه ايه المعلومات دي يا دولا؟ الله الله يا دولا. طب وبالنسبه بقى يا دولا لمراخير ابو الهول، يعني كسرت ازاي؟ قول اساسا ابو الهول اتبنى ازاي؟ لازم تكتسب المعلومات مني يا ابني، انت مش هتلاقي الفرصه دي. ماشي يا دولا، انا اسف يا دولا. ابو الهول اتبنى ازاي اصلا؟ ابو الهول بقى اللي بناه ابوه، يعني ابو الهول نفسه هو اللي بنى اللي هو التمثال بتاع ابو الهول ده، عشان ايه؟ تخليدا لان ابنه كان نجح في ثانوي هول يعني، فراح جاب له الحكايه دي. يعني ابو الهول ده كان ليه ابن يعني اسمه هول؟ وسموه هول عشان ام هول ولدت هول في الصاله في الهول يعني، عشان كده سموه بقى هول، وده ابو الهول ودي ام هول وكده. طب وكسروا بقى مناخيره ليه يا دولا بقى؟ ما هو نابليون بونابرتر ده اما جه مصر ايه، بعد ما سرق بقى برج ايفل وبعد ما سرق الحاجات دي كلها، ما عرفش يسرق اللي هو التمثال نفسه بتاع ابو الهول ده، فبكوعه راح كسر مناخيره غلاوي. يا سلام، يعني هم سرقوا المساله وسرقوا برج ايفل وما عرفوش يسرقوا ابو الهول؟ لا، ما هم كانوا عارفين يسرقوه، بس هم وجايين بالعتلة ولا اهل مطك دي اللي تخليه مش احكي لك حاجه تانية، وانت اللي مش هتستفيد من معلومات التاريخ اللي انا بقولها لك. يا دول ما انا عايز افهم يا دول، واحده واحده يعني. من غير ما تفهم اللي انا اقوله لك تاخده كده اهو وتمشي بيه على طول. ماشي يا دول. روح روح يلا، نروح ننضف البازار. يا دول هو ابو الهول مش حكي لك تاني، مالكش دعوه. كان قاعد ليه كده يعني؟ متضايق منك، متضايق منك ولا منهم ولا ننضف البازار. ماشي بقى، ومش عايز تمثال على نقطة التراب. ماشي يا اخويا، ماشي. يلا نضف الكل شوية، نضف البتاع. معايا الخير كله. وايه الاجنده اللي معاكي دي يا ام ميرفت؟ لسه جايه بيها دلوقتي حالا من الجامعه. الدفتر ده يا سعادل فيه الخير كله. انتي هتقبضي الجمعيه بدري يا ام ميرفت؟ وانت بتسالي على قبض الجمعيه ليه دلوقتي يا سناء؟ انت هتقبضي كمان شهر، الدور والباقي عليا بقى اللي هستنى لسه لاخر الليسته. يهو يا ولاد اهدوا مال. بقولك ايه يا ام ميرفت، ما تشوفي لنا كده جمعيه على قد يجيب 20 جنيه. طب استني كده يا انعام. بصي بقى، البنت ميرفت بيتي عامله جمعيه ب 15 جنيه مع صاحبتها في المدرسه، تحب تخشي معاهم؟ بس مش قيمتك يا انعام. طب بقول لك ايه، ما عندكيش جمعيه ب 50 واخش بنص سهم؟ نص سهم ايه بس يا ماما؟ هو انت داخله الضرب في البورصه؟ لو عايزه تخش بنص سهم خش على الحديد، الحديد في العالي. ربنا يسمع منك يا سعادل. على فكره يا ام ميرفت، انا عندي خطه لتطوير برنامج الجمعيات بتاعتك، بحيث تكون دوره كل جمعيه اسبوعين مع محاوله استقطاب عدد اكبر من المساهمين عن طريق الدعايه. لا 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 لا، انا لا احب ادعي على حد ولا حد يدعي عليا. يا ام ميرفت، الدعايه غير ان حد يدعي وتدعي عليا. اخلصي يا ام ميرفت، اخلصي. طيب طبعا انتوا يا جماعه مش هتوه عن ام كوثر. احنا ايه اللي يودينا عند ام كوثر اصلا عشان نتوه؟ بس استنى عليا بس يا سعادل، بقى ام كوثر داخله معايا في الجمعيه، واسم النبي حارسها ابنها حمود الله واكبر عليه، عبال امالتكم ايه؟ بقى له 3 سنين في دبي، مش مخليها عايزه حاجه ابدا، اشي تلفزيون، اشي بوتاجاز، اشي ثلاجه، كل حاجه هي عايزاها. خلفه تفرح بصحيح، ربنا يكرمها في ابنها. بلا وكسه على خلفتنا، بلا وكسه. اوعى يا ابني اوعى. يا ام ميرفت، يا ام ميرفت، انت جايه لنا انا عشان تبوظي صله الرحم؟ ما تخش في الموضوع على طول. اللي على راسه بطحه، وكويس انك حاسس من جوه نفسك انك مقصر. قصر يا ام ميرفت. معلش يا اخويا، حقك عليا. شوف بقى يا سيدي، بقى وهو جاي بقى ابنها حموده من السفر جاب لها موبايل، بس ايه؟ حدوته 3 كاميرا، والباروتس دوت، والرعشه دي اللي بتهز ديت، واستلام الرساله،
ورنات بقى المزعجه وغير المزعجه وارقص وايه وانا غير منتظر حاجات كده بقى، بس ايه اخر موديل ده حاجة حلوة قوي يعني. ما المشكلة ان واحدة زي ام كوثر دي تشيل موبايل في كل الامكانيات دي وهي مش فاهمة في حاجة يعني. الله اكبر يا سعادة، ليه هتحسد الولية على الموبايل اللي جالها؟ بقولك ايه يا مورفت، هي العدة دي جديدة؟ لين يدوبك عمل مكالمتين ورنة. طب ودي على كام؟ مبلغ تافه 5000 جنيه حصتك في الجمعية. طب هل لو انا قلت لها ان انا عايزة اشتري موبايل تستنيني لغاية مقبض الشهر الجاي؟ عناية يا اختي، انا ليا دلالي عليها ما تقلقيش. ايه 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 يا سناء، ايه 5000 جنيه في موبايل؟ ما ينفعش طبعا يا ماما، ده يعني حرام، ده حتى ممكن الشاشه بتاعته تتجرح او مثلا باتري لو. باتري لو؟ لا يا اخويا العينه باينه، شوف بنفسك اهو. شوف انا ما انا اشتري. وريني كده. ايه ايه ده، انا شفت واحد امريكاني كان ماسك واحد زي كده، وبصي بيتفتح كده وده بيلف كده وبعدين يلف كده لغايه اما يبوظ. حلو قوي. وعارفه ده الجيل الثالث بقى اللي هو جيلي، جيل العمالقه. على فكره الفرق ما بين كل جيل وجيل 14 سنه تكنولوجيا ضوئيه، الا اذا حصل تحنيك في اي جيل. انت هتعملي لنا فيها عالمه وراثه، ما تتبطي بقى. اوعى يا عم. بقول لك ايه، انا اشتري وادفع فلوس، انا جاهزه، العالم دي اخلتها فرجه. عيني يا حبيبتي على اول الشهر ان شاء الله يا عينيا. عيني يا حبيبتي. وده على كده بقى يا ام ميرفت، في جيمز يعني مثلا سناك او يا حبيبي. ايوه يا روحي، في جيمز في كل حاجه. واذا كنت حضرتك بقى يا سعاده الباصص له انسى يا روحي، انت لسه الجمعيه بتاعتك هتتقبض كمان 6 اشهر. لا لا لا، انا مش في دماغي موبايلات، انا تفكيري مش موبايلات يعني. ايوه ايوه، لما تكون نفسك، انت لسه بدري عليك. اعتبريني يا ام ميرفت خلاص اشتريت، انا ستي جاهزه بفلوسي. من عيني يا سنوقه، وانا عندي اغلى منك يا حبيبتي. أيوة. موبايل مقرف مقرف. ليه يا دولا بس، هو عمل لك ايه يعني؟ ده منظر موبايل ده، انا يا ابني ببقى في اي حته قاعد مع اصحاب البازارات، صحابي كل واحد مطلع موبايل بتاعه، ده موبايل مجسم وده موبايل بالنغمات وده موبايل مش عارف شكله عامل ازاي بالالوان، وانا طالع بده بكسف الله طلعه من جيبي. يا ابني افرض رن ولا تهبل. يا دولا دي مظاهرات فاضيه. مظاهرات فاضيه ايه، محدش طلع فيها يعني ولا ايه؟ انت بتقول اي حاجه وخلاص. بس انا لازم اغيره، لازم اغيره، لازم اغيره. دولا طب ما دام بقى هتغير الموبايل ده وهتجيب واحد جديد، يبقى اديني القديم ده. عايز يبقى معاك موبايل؟ يلا يا رمزي. ده ابوك اللي اسمه ابوك لما انت طلبت منه موبايل قال لك هجيبه لك بس على شرط تركب اخواتك وراك. ايوه دولا قال، وانا قلت له هركبهم وهو اللي ما جابهوش برضه. لا 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 لا، مش هديك الموبايل، بس انا بالنسبه لي الموبايل بتاعي ده هجيبه قدامي حروب وقدامي ناس كتيره جدا هتحاربني عشان الموبايل ده، بس انا هجيبه يعني هجيبه. هات ودولا ودمر وكسر وكل حاجه، بس هو ده بتاع مين يا دولا؟ ده بتاع ام كوثر يا لها. وانا لازم اعمل خطه عشان اجيب الموبايل، وعشان اوصل للخطه دي لازم يكون معايا حد ذكي جدا. انا تحت امرك. عاوزك تجيب لي كاميرا عشان ابقى اتصور بيها مع اصحابي في الجامعه. اجيب لك كاميرا تصوري بيها؟ طب ما تستلفي اي كاميرا من اي واحده من صحباتك يعني. ايه ده يا بيه، هي برايه. ولا تقلقي يا نجله، ان شاء الله لما اجيب الموبايل بتاعي ويبقى بتاعي هبقى ادولك عشان تتصوري بيه براحتك. والموبايل بتاعك ده يا سناء بكاميرتين؟ اهم ميزه في الفئه دي من الموبايلات انه بيسمح بارشفه وتسجيل المواقف النادره لحياه حامله. حامله ايه؟ هو شيك ومعاه حامله يعني. رانيا كملي، القافله تسير والموبايلات ترن. علم الموبايلات ده ملوش اخر يا سناء. بيقولوا الرنات بقت بفلوس صحيح؟ رنات يا ماما اللي بفلوس؟ يعني معقوله الثلاث رنات بمكالمه؟ مش معقوله يعني. لا لا لا، انا بقول لك ايه، دول اشاعات، علشان اللي طلع الاشاعات دي هم بتوع الارض اللي هم بيعملوا الرنات، فعلشان كده انا طول النهار انا برن ومحدش بيتكلم. ايوه ما انت طول النهار يا حماتي بتقعدي ترن عليا، انا بكنسل عليكي واقعد انا بقى اللي ادفع بعد كده اما اكلمك، اللي اخروا الحيوان ده. على فكرة يا سناء، أما امبارح اكتشفت حتة موقع على النت تقدري تنزلي منه نغمات مجسمة ومقاطع فيديو وكل حاجة أنت عايزاه، وعلى فكرة أنا أقدر أفيدك أنا بخبرتي الكبيرة، بس بشرط تبقي تسلفوني بقى وأنا رايحة الجامعة زي ما قلتي. حاضر يا غندورة، هبقى أسلفهولك كنت رايحة الجامعة. بس بصي يا بنت،
بجد يعني على الموبايل ده اللي هو بتاعي هنقدر ننزل افلام فيديو يعني اقعد اتفرج عليها كده كده عادي؟ افلام فيديو ايه اللي لو هتتفرجوا على افلام الفيديو بقى على الموبايل بتاع سناء يعني يبقى نلغي بقى التلفزيون هنا اهو من الصاله يعني هتحتاجوه في ايه يعني؟ عادل اهدى يا عادل اهدى شويه لما اجيب الموبايل هبقى افهمك فيه وادولك تلعب بيه ساعه ساعتين. لا وتديني موبايلك ليه؟ وماله موبايلي زي الفل اهو والشاشه بتاعته اهي شغاله وكله تمام وزي الفل الحمد لله بس هو يعني الموبايل بتاعك مختلف يعني بس هو مبروك يعني يعني هو حلو صراحه يعني ايه الباب بيخبط انا هقوم اشوف مين. ايوه دولة حبيبي دولة تعالى في ايه؟ الحق يا دولة مصيبة مصيبة مصيبة؟ مصيبة ايه؟ المعلم تيت يا دولة عايز يسحب صفقة التماثيل اللي هيديها لك. يا نهار ابيض ده انا كده يبقى بيتي اتخرب كده بيتي اتخرب هو فين المعلم تيتي؟ واقف بره زي ما اتفقنا يا دولة واقف بره زي ايه ازاي؟ روح ناديله روح ناديله مصيبة ما خلاص ما تفور خش جوه خش جوه خش جوه خش جوه خش جوه ده مش وقت. اتفضل يا معلم تيتي خطوة عزيزة اتفضل. يا ساتر. يا معلم تيتي ايه معقولة يعني انا مش مديك عربون يا عم عشان البضاعة اللي المفروض كنت تدهاني. اذا كان على عربون ارجحهولك يا عم الحاج. اذا كان على عربون ارجحهولك يا عم الحاج. العربون ده مهر البضاعة واذا كان على الشراكة فضيتها ولا غلط؟ لا غلط طبعا يا معلم تيتي. انت وعدتني ان التمثال بتاع اله الشاطئ رمز المصايف عند الفراعنه انا الوحيد اللي احتكره عشان اوزعه لكل شركات السياحه احنا داخلين خلاص على موسم الصيف. مش عارف اقول لك ايه يا ابن والدي السوق قلاب وخلاص الدنيا مصالح وانا مصلحتي جت مع واحد تاني ودفع عربون اكتر منك يبقى يشيل ولا غلط؟ يا سلام هو عشان يعني دفع عربون اكتر مني تخرب بيتي؟ حرام عليك يا معلم تيتي حرام عليك انا اعمل ايه طيب؟ اسم الله عليك يا دوله لا عاش ولا مات اللي ضايقك يا عم. يخرب بيت سنينك يا تيتي ده كل الناس بتقطع في بعضها حتى الرجاله بتقطع في بعضها. مسحت كلامك بقى استيكه معذور الراجل دافع 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه قلبي ياسمين بنتي هتتشرف. لا 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 يا جماعه لا الحكايه قلبت جد قلبت جد. ما تقلقش يا دوله انا هرعالك في غيابك يا عم. يا غبي هتتشرف يا غبي يا غبي. وبعدين اثبت يا عم الحاج انت راجل ولا غلط؟ انت جاي تعرفني نوعي النهارده؟ يا خبر ابيض انا اعمل ايه اعمل ايه حرام عليك 5000 جنيه اجيبهم لك منين؟ انت بجيبهم لك يا معلم اجيب لك ال 5000 جنيه بس بعد 6 اشهر اكون قبضت الجمعيه. ومين يعيش 6 اشهر اضرب بابا من اسبوعين واسافر بس يبقى ملحوقه ان شاء الله هيعدي ال 6 شهور قبل الاسبوعين ان شاء الله هنقول. يلا انت فاهم نتيجه الحائط غلط يلا. وبعدين معقوله يا معلم تيتي يعني دي اصوله يا معلم ده انا ما كنتش بشتري اشياء من براك يا معلم. انت اصيل وانا تفصيل. يعني ايه بتباعني يا تيتي؟ اذ ربما مضطر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام. حاضر خد يا عم ادي نص الموسم تاني لما نستلم الموبايل ان شاء الله. خلص يا رمزي خد واطلع بره توديني في طهيه ربما افضح الدنيا. ماشي ماشي سلام يا دولة بقى. بيتي اتخرب بيتي اتخرب بيتي اتخرب. ان شاء الله اللي يكرهوك يا حبيبي ال 5000 جنيه في جزمتك ولا تقهر نفسك. جزمتي ايه بس يا ماما ده حتى الجزمه هضطر ابيعها عشان اصرف عليكم. عادل عادل احنا لا يمكن لا يمكن نسيبك ابدا لا يمكن ناخدك اللحم بتاعك وبعد كده نرمي العظم بتاعك للبوبيز. بوبيز ايه ده حتى البوبيز مش هتلاقي حاجه تاكلها حضرتك يعني. بيبي بيبي انا ممكن اديك كل مجوهراتي تبيعها وبعد كده تبقى تجيب لي اكتر منهم بكتير. يا حبيبتي احنا بعنا المجوهرات بتاعتك دي 3 مرات قبل كده مش فاضل غير العلب القطيفه. اعمل ايه اعمل ايه ده في ناس كتيره جدا ماضي معاهم عقود وشركات سياحه لو ما جبت لهمش التمثال بتاع اله المصيف اخربوا بيتها يفضحوني انا بس صغيره بعمل ايه اعمل ايه. انا مش هاممني نفسي انا راجل ممكن استحمل لكن انتوا ست ستات هتعملوا ايه؟
لا يا عادل، لا لا بقى يا عادل بقى. ما تزعلش يا حبيبي، اكيد هتتجاوز المحنه والضربه التي لا تدمرني تقويني. ما تشيلش هم الموضوع ده يا عادل، انا اختك من لحمك ودمك وانت اخويا الوحيد، انا ما سيبكش عمري كله. صح يا سناء، هي دي الروح الاخويه الحقيقيه اللي بتخلي الناس كلها تتجاوز المحنه. ايوه الروح الاخويه ايه، وهي هتعمل لي ايه؟ دي غلبانه بمرتبها اللي بتقبضه. مش هو كان عايز 5000 جنيه يا عادل؟ ايوه، وانت هتجيبيهم منين يعني يا سناء؟ عادل خد دوري في الجمعيه وقبض انت الاول يا عادل. سناء، لا يا سناء، التضحيه مهما تكون ما توصلش للدرجه دي، مش معقوله. ده حلم عمرك الموبايل اللي انت كنت عايزه تجيبيه ده يا ماما. خلاص يا عادل، الحياه اولويات واختيارات. خلاص كلمي بقى ام ميرفت. منوره يا ام ميرفت. يخليك يا سعاد. تحبي تشربي ايه؟ لا يا اخويا ما بشربش اي حاجه على معده فاضيه. دولا اروح اجيب لها حواوشي؟ انا عايزه شيش تبوك وميه معدنيه. يا ام ميرفت، شيش تبوك وميه معدنيه مفيش وقت، وبعدين يعني انت جايه في السر يعني. طيب يا اخويا. بعدين يعني. بقول لك ايه؟ الفلوس اللي هي بتاعت الجمعيه اللي المفروض اخدها مكان سناء يعني، انا مش هاخدها كفلوس، انا هاخد الموبايل. بس اهم حاجه يبقى سر يا ام ميرفت، لا سناء تعرف ولا ماما ولا رانيا ولا اي حد خالص. لا يا اخويا سرك كبير. ايوه والجمعيات اسرار. ايوه لا 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 ما تخافش يا اخويا، وبعدين انا ما طلعش سر جمعيتي لحد ابدا. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فين الموبايل؟ يا اخويا اهو انا لفهوله. لفاف ورق جرايد عشان يشرب السين. برافو عليك يا ام ميرفت، افتكري انت على الله بس ما حدش يعرف ام ميرفت. لا 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 لا، انا همشي بقى، انا هتعشى مع العيال. بالهنا والشفا، مع الف سلامة. مبروك عليك يا ام ميرفت. اوعي. لا يا اخويا ده انا عينيا. لا ابدا. مع السلامة. دولا هو الموبايل ده ولا ايه؟ هو ده الموبايل؟ قاعدين ساكتين من الصبح، جاي دلوقتي تعلي صوتك. معلش يا دولا. هو الموبايل. يلا يا اخيرا، بدل فرد الشبشب اللي عندي دي. بصي انا شكله كده هتشفطه، كده هتشفطه. اتعامل معاه برقه. سلام. الله يا دولا. دولا في كاميرا اهو. دولا خدني بقى صوره تسكريه كده. لا صوره ايه يا ابني؟ الفلاش اللي موجود ان هو عندي في الموبايل مش هيفهم وشك يعني، وشك ممكن يرد الاضاءه تاني بتاعت الفلاش فتحرق الكاميرا. لا لا لا، استنى استنى استنى. ايه ده؟ الله. بس يلا ده مش راضي يشتغل. يلا مش راضي يشتغل. دولا قريت فيها يا بوز الاخص. دولا طب ما تخبط عليه كده يمكن يشتغل. يمكن ايه؟ يمكن ايه وانت ما تمدش ايدك عليه خالص؟ ده اجهزه حساسه. بص يلا، احنا احسن حاجه نوديه للواد ايمن مزد، هو اللي يعرف يتصرف معاه. صح، يلا بينا. ايوه جاي معاك. اتنين النعمة على ثلاثة. شيء خير؟ شحنة على الهواء، تحويل رصيد، نغمات، كليبات، بلوتوث. حد طلبك بالظبط؟ حضرتك ده ما بينطقش. طب ما تصبر عليه يا دولا، ده لسه جديد، لسه ما اتعلمش الكلام. بس وريني كده. ايه ده؟ الموبايل ده استعمال خارج وللاسف ما يشتغلش في البيئة دي. ما يمكن ما بيشتغلش في الحر يا دولا. يا اخي ما الراجل قاعد، ما تسكت انت. اتفضل حضرتك. قبل اي حاجه في رسوم 20 جنيه كشف. لا لو على 20 جنيه مقدور عليه. اتفضل حضرتك. هات. نبدا نكشف. بسم الله الرحمن الرحيم. استعنا على شاب الله. يا رب يا رب يا رب للاسف الموبايل ده محتاج عمليه زرع بطاريه. زرع بطاريه؟ دولا يعني احنا لو زرعنا بطاريه هتطرح موبايل؟ اسكت اسكت. حضرتك زرع بطاريه ايه؟ مين هيرضى يتبرع له بالبطاريه بتاعته؟ ده دلوقتي احنا بقينا في زمن الاخ ما بيديش الشاحن بتاعه لاخوه. نسفره بره يا دولا. بس يا رمزي مش وقت خالص، شايفني انا متدمر ازاي عشان الحاله اللي فيها ده. الموبايل ده محتاج عمليه صعبه ومستعصيه، لازم يتحط على جهاز فك الشفره.
بص الاعمار بيد الله، اتكل على الله. هتتكلف قد ايه العمليه دي؟ 200 جنيه. طب ما نقدرش نعمل له عمليه يعني اللي هي بتاعه فك الشفره دي على حساب الدوله؟ طبعا ينفع، بس ده هياخد منك وقت كتير جدا وهتخش في اجراءات وروتين، وما خبيش عليك الحاله صعبه وما تستحملش. دولا لا بقى، احنا نطلع بيه عن قصر العين على طول. ده احنا نموته بايدينا اسهل، ده احنا عمال نروح القصر العين يكون هنك يا ابني. اتكل على الله، اتكل على الله. هنعمل ايه؟ مفيش في ايدينا حاجه. اتكل على الله ونعمل العمليه. تمضي على اقرار ان العمليه على مسؤوليتك؟ امضي. اتفضل حضرتك، وده الاقرار. اتفضل حضرتك، وادي امضيتي. ربنا يستر، ربنا يستر. بكره تعدي عليا الساعه 6 في المعمل. حاضر حضرتك، اما اجيبه لك بكره ان شاء الله على الساعه 6. افطره ولا اجيبه صايم؟ السلام عليكم. ايه انتوا سايلنت انتوا كمان ولا ايه؟ طب اقول ايه يا انعام؟ طب يا جماعه معلش، اصل بنتي ميرفت هتعمل السلطه وانا خايفه اتخرط البصل على السلطه. ايوه عشان احنا ما بنحبش البصل على السلطه. فتكوا بعافيه بقى. ايه يا ام ميرفت حكايه السلطه اللي انت خايفه عليها من البصل دي؟ يعني يا خوف يا ام ميرفت. لا يا اخويا، لا يا اخويا، فتك بعافيه يا حبيبي، فتك بعافيه. السلام عليكم. طيب هو في عشاء ولا ايه؟ ما فيش عشاء. طب في غدا؟ ما انا واكل يعني بره قبل ما اجي يعني، بس انا كنت بسال اذا كان في عشاء او غدا عشان انتوا تاكلوا يعني، او لو عوزتوا اي حاجه انا مش اخش انا بقى اغير. بيتك يا ام ميرفت، على راي المثل، لا تهرج مع ام ميرفت ولا تخلي ام ميرفت تهبل. تهرج مع صباح الخير. يا مخادع يا غشاش يا غدار. رانيا؟ ايوه رانيا يا ضلالي يا مخادع. ام ميرفت طلعت عميل مزدوج ووشت بيك. وشت بيا ايه؟ وايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ في ايه؟ خدعت ونورت وحاورت علشان تاخد الموبايل اللي سنقصك كانت هتشتريه يا مخادع. ايه الكلام ده؟ كلام كبير جدا. مش انا يا ماما اللي خادع، وبعدين انا اعمله لها مفاجاه. انا لو كنت عايز الموبايل ده ليا كنت خبيته ليه في الدولاب؟ خلاص اثبت حسن نيتك واديها الموبايل. طبعا انا هديهولها، بس اصلحه الاول لان هو اصلا رخيص وكان بايظ يعني، الشبكه بتاعته ما كانتش بتلقط، فانا هظبط الشبكه يعني واصلحه وهديهولها طبعا. شوف يا عادل يا مخادع، لو هربت من جهاز فك الشبكه مش هتعرف تهرب من جهاز كشف الكذب يا كذاب. سنق نفسيتها محطم، ما حدش فينا هيكلمها غير لما تصالح سنق. انا هتكلم معاها. صالحه ليه وانا عملت لها ايه يعني؟ هتكلم معاها وافهمها ان انا جايب لها الموبايل ده مفاجاه يعني. دي اختي يا ماما، ده انا اللي اهتم بيها اكتر منك. اختي. سناء، انا انت ايه؟ انت اناني، بتفكر شغل في الحاجه اللي انت عايزها وبس، لكن الحاجه دي هتضايق مين؟ هتزعل مين؟ ما بيهمكش. سناء انا يعني انا غلطان، انا غلطان وانت معاكي حق، بس انت عارفه طبعا ان الانسان بيبقى ضعيف قدام الاجهزه الالكترونيه يعني. عادل انا نفسي اسدد من الموبايل ده، خلاص مش عايزاه، نفسي اسدد من كل الاجهزه الكهربائيه. لا لا لا، ازاي تسدد من الموبايل؟ ازاي؟ لا ده موبايلك يا ماما، ده حقك انت. معلش يعني حتى لو انا غلطت ده حقك، انا هصلحه واجيبه لك على طول. تصلحه؟ الموبايل محتاج عملية زرع بطارية، هعملها على حسابي يعني، ما تقلقيش، إن شاء الله هتنجح العملية بإذن الله، ويرجع يملى البيت تاني رنات ومزدات ومسجات ويعمل لنا حس الشقي ده. يتربى في كارتك يا عادل. طب يا ستي، شحن الموبايل شهر قدام على حسابي، أجيب لك كارت بخمسين جنيه. طب والجراب؟ ماشي يا ستي، ليكي بدل الجراب جرابي. الله، بس خلصي اكل بسرعه بقى عشان نلحق نروح، عندي شغل الصبح بدري. يا سلام، وايه المشكله يعني لما تعطل شغلك الصبح بدري عشان خاطر سعادتنا الزوجيه؟ ايه السعاده يعني ان احنا نقعد ناكل في مطعم؟ ما احنا بناكل في بيوتنا بدل ما الناس يقعدوا يبصوا لنا في اللقمه يعني. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ مروه الشربكي؟ رانيا النوحي؟ يا حبيبتي وحشيني يا بنت اللذينه، ما شفتكيش من ايام الجامعه. انت عامله ايه؟ وحشاني.
شغل الصبح بدري. اعرفكم بجوزي امين النشارتي. اهلا وسهلا. اعرفكم بجوزي عادل سعيد. اهلا استاذ عادل. اتفضل. عايز اقول لك على حاجه يا عادل، انت عارف مروه كانت زمان ايام الامتحانات كنت دايما بغششها من البرشامه بتاعتي. يا سلام. طيب ومدام مروه ما كانتش بتذاكر ليه بنفسها؟ او على الاقل مثلا كنت تحضري برشامك بنفسك عشان يبقى نجحت بمجهودك. لا يا مجهودي ده انا كنت موفراه للماجستير والدكتوراه. انت بتهرجي؟ انت عملتي ماجستير ودكتوراه؟ 2 ماجستير و3 دكتوراه. و4 شاي بقى عشان القعده شكلها طويله يا كابتن. اهلا وسهلا يا استاذ نشنجي. لا نشنجي ده اسم عيله الوالده، موطنها الاصلي خلف نادي الصيد، لكن انا نشرتي تي تي بكسر الياء. يا ما شاء الله حضرتك بتكسر الياء، يعني واضح ان حضرتك عنيف. بالعكس، جوزي مرن جدا ومطيع، مثال لزوج الألفية المعاصرة. يا سلام ما شاء الله. يعني ايه معاصرة حضرتك؟ صحيت مرة من النوم قلت له نشرتي انا عايزة احضر الماجستير. ياه، يعني بدل ما تحضر الفطار بتحضر الماجستير. وحضرتك رأيك ايه يا استاذ نشفتي؟ لو نشرت نطقها صعب عليك ارفع الشين. يا سلام ما شاء الله، عمال بترفع الشين وبتكسر الياء. اتظبط لنا القعده حضرتك. بقول لك ايه، هو انت لما طلبتي منه ان انت تعملي الماجستير كان رد فعله ايه؟ قال لي اوكي طبعا يا شيخه. طب انت بقى قدرتي ازاي توافقي ما بين طلبات البيت وشغل البيت والماجستير؟ طلبات بيت ايه يا رانيا، انا ما كنتش بغسل كوبايه. يا ما شاء الله، يعني حضرتك المايه قطعت وانت بتعملي الماجستير. شوفي النصيب، يعني ما تقطع عشان تغسليش كوبايه. لا انا اللي كنت بغسل. يا راجل، يعني عمال بتكسر وبترفع وتغسل. الله عليك الله عليك يا استاذ نشرتي، كده وانت متعاون وكنت بتغسل كل كوبايات البيت. اصلها كانت ايام، يعني في كان في بقى غسيل ومكوى وطبيخ وتسييق وتصوير. تصوير؟ يعني حضرتك كنت بتصورها وهي بتحضر الماجستير، ولا هي اللي بتصورك وانت بتسيق البيت؟ لا انا كنت بصور ورق الرساله. طب ليه حضرتك ما عملتش معها رسالة دكتوراه انت كمان؟ على الاقل كنت اخدته الاثنين بتمن رسالة واحدة. خفيفة. دمه خفيف وظريف. دم خفيف الحمد لله، بس ما وصلتش لحد بقى التسييق والتنظيف والتصوير زي الاستاذ نشختي. لا انت كده بقى بتهين اسمي. يا عم بهين اسمك ايه يا عم، ده انت هنت كل حاجه ما شاء الله وانت مستنيني اهين. يعني لو سمحت يا استاذ انا ما احبش ابدا جوزي يتهزق بره البيت. هو جوزك بيتهزق جوه البيت بس؟ رانيا انت كده بتغلطي. يا سلام. لا بصي حضرتك يا ريت يعني تعزمينا بقى مره عندكم في البيت عشان نهزقه براحتنا. امين يلا بينا يا امين، احنا ما ينفعش ابدا نقعد مع ناس ما بتحترمناش. يلا يا بيبي. بيبي ايه ده، هو ابوها ولا ايه؟ بقول لك ايه، حساب الشاي يا استاذ نشفتي. يا استاذ نشلتي. عادل على فكره انا عايزه اتكلم معاك في موضوع من ساعه ما جينا. طبعا ضميرك صحي وحسيت انك انت مذنبه يعني وغلطانه، عشان طبعا العزومه اللي انا وديتها لك حضرتك سندوتشين يا دوبك فيهم مثلا حته لحمه صغيره كده مع حتتين مخلل مع 4 كوبايات شاي، ادفع فيهم 100 جنيه يا رانيا. 100 جنيه حرام عليك يا رانيا. عادل على فكره بقى انا قررت ان انا احضر الماجستير والدكتوراه بتوعي. طب انا من رايي يعني بدل ما تلبخي نفسك الاثنين يبقوا مع بعض، ايه رايك مثلا تحضري الماجستير الصبح وعلى الغدا تحضري الدكتوراه وعلى العشاء تنسيهم، ايه رايك؟ على فكره طول الوقت ملاحظه ان انت بتسخر من طموحاتي واحلامي العلميه. يا ست طمحي واحلامي زي ما انت عايزه، بس لعلمك بقى انا لا هغسل كوبايات ولا هسيق البيت ولا هعمل اكل ولا ليا دعوه بالكلام ده كله. انا مش عايزه منك غير ان انت توافق. طيب لو هتقدري يعني تنسقي انت وسناء وماما ومامتك مثلا ونجلاء وياسمين لو عايزه تنظموا يعني شغل البيت مع بعضيكوا، بجد يا رانيا بجد انا ما عنديش اي مانع. يعني انت موافق؟ ياس. هتشوفي يا مروه هتشوفي، هعمل 5 دكتوراه و5 ماجستير. رانيا خلاص ما تقلقيش، انا كاتب كله ولما هيجي عادل هبقى اقول له. يا ستي حاضر، ابقي سلمي لي بقى على سناء بقى. يلا باي باي. انت ايه يعني؟
قاعد على المكتب واستولتها وقلت لك الصوره دي يلا الزباين بيخش يشوف الصوره يلا بيجروا يلا ما تحطليش صورتك هنا على الخزن ايه اللي معادك هنا دولا كانت رانيا يا عم بتمليني طلبات هي عايزاها منك اهي بقى طلبات عايزاها مني اه ايه الخط الزباله ده ايه ده انت بتقرا الخط ده ازاي انا طالبه ايه لا يا دولا ما انا مش بقراه انا بس بعلمه بتعلمه ايه عشان ما يتوهش منك يعني يا ابني ايه الكلام ده مش عارف اقراه طالبه ايه هي دول قلمين جاف وقلم رصاص واستيكه و أصديقة أصديقة وبراية إيه يخرب بيتك أمال تعليم إيه اللي اتعلمته يالا بتكتب إزاي أقعد اكتب يالا خد اكتب كده أنا همليك واكتب لا أنا مش عايز أكتب دلوقتي دولة بقى أقعد اكتب يا أقعد اكتب طيب ما بعرفش أكتب وأنا واقف بقى ها أقعد يا أخويا حجة البليد أقعد ورينا تكتب هف ماشي ماشي هتقول لي هف ولا إيه ماشي يا دولة حاضر اكتب ماشي ذهبة ذهبة رمزي رمزي إلى المصيف إلى المصيف يوم الأربعاء يوم الأربعاء دولة هي الأربعاء دي يعني الهمزة بتاعتها على الألف ولا على السطر خليها يوم الخميس غبي غبي دي أستيكة ابقى أستيكة دي أستيكة دي بس 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 دولة ما قلتليش بقى دولة انت يعني هي رانيا عايزة الطلبات دي يعني لمين لياسمين بنتكو لا يا سيدي لرانيا نفسها يا سيدي ليه دولة هتحضر دكتوراه اه تحضر دكتوراه زي ما تحضر عفاريت مثلا لا يلا تحضر دكتوراه يعني رانيا هتبقى دكتوره يا سيدي اه الف مبروك يا دولة ده الواحد بقى كده يعي براحته بقى علشان هيتعالج ببلاش ويتعور عورني يا دولة يلا مش دكتوره يعني بتعالج بني ادمين وبهايم وكده لا 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 دكتوره يعني اللي هي تقعد تقرا في الكتب فتذاكر من الكتب جامد فتبقى دكتوره في الكتب دي نفسها يعني. ايوه ايوه دولة صح يا دولة زي الواد مسعود ابن خالته دولة كان عنده كتب كتير قوي كده بتاع الطب يعني كان لما بيجي يعيا بيقوم فاتح الكتب دي ويقعد يعالج نفسه بيها على طول الله يرحمه مش ده كان مات من غلطه مطبعيه ايه ده اتخبطت تاني ياسمين سلفيني الاستيكه بتاعتك لا بقى يا ماما انت بتترفي الحاجه ومش بترجعها لي تاني ياسمين هخليكي تحصي من صباع الروج بتاعي بتاعتي لان الفوسفوري كمان فوسفوريك ايه رانيا مش هتقومي تغسلي المواعين ولا احنا اللي هنقوم بشغل البيت كله وانت قاعده انتي انا مش فاضيه للحاجات دي انا عايزه اخلص اخر فصل في المقدمه بتاعتي هو انت لسه في المقدمه اما اللي هتقسطي المنهج على كام سنه ولا كام شهر خفه خدي يا رانيا صورت لك فصل من كتاب الجنح للدكتور سيد الحبسجي ربنا يفك سجنه ويفك سجننا قادر يا كريم يا ماما بدل القعده الرمادي اللي احنا قاعدينها دي انت عارف يعني ايه رانيا تعمل دكتوراه اه عارف طبعا يا ماما يعني ورق بقى وملازم وتتشغل هي وعلى الاقل بقى ايه تفضي لي دماغي وتسيبني براحتي ماما جيبي معاه من الاخر بالطريقه اللي بتتكلمي معاه بيها دي مش تاخدي حق ولا باطل من الاخر كده يا عادل انت معاك دبلون والله بجد يا ماما عمري ما اتمنظرت على حد بالشهاده بتاعتي ابدا يعني ينفع يعني مامتك يبقى معاها دكتوراه وانت معاك دبلوم يعني اعمل ايه يعني احضر دكتوراه انا كمان بالدبلوم بتاعي اذا كان هي معاها قصنص حقوق وبتبتدي تتفرد علينا والقصنص حقوق اللي معاها ده بقى اسبري ولا بيليا دواره بتتمسخر بتتمسخر على ايه ده انت هتبقى مسخره مسخره في وسط كل الرجاله لما تروح تعرف انت ومراتك على حد هتقول له ايه مراتي الست الدكتوره وانا حاصل على دبلوم تفتكروا يعني الحكايه دي تبقى شكلها وحش ولا ايه يا نهار ابيض شكلها 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 طبعا وحش الفرق بين الدبلوم والدكتوراه يا عادل الفرق مش هقول لك الفرق ما انت عارف يعني اقول لها ما تاخديش الدكتوراه عشان معايا دبلوم يعني اوعى تقول كده لتبان انك ضعيف وناقص في الحته دي ولو عرفت نقطه ضعفك تفضل تديلك 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 لغايه ما تمرمغك في الارض ايه يا اخوانا يا جماعه انتوا كده وترتوني جدا انت توقف لها بالمرصاد وما تخليهاش تفتح اي كتاب خلاش تفتح اي كتاب كرامتك كراجل يا عادل هتتمرمغ في التراب لو رانيا خدت الدكتوراه كرامتك هتتبهدل لو رانيا خدت الدكتوراه يا انا يا الدكتوراه في البيت ده ايه ده ده جايبين فيلم الفزع الرهيب النهارده في التلفزيون الفيلم اللي انت بتحبيه يا رانيا ياه
دكتور سوري. يا عادل يا حبيبي انا مش فاضيه اتفرج على افلام دلوقتي، انا عندي مذاكره كتير قوي. يا حبيبتي يعني المذاكره هتروح فين؟ تعالي اتفرجي وبكره بقي ذاكري. بصي حبيبي انا عايزه اقول لك على معلومه، ان لقب الدكتوراه ده لقب يستحق كل التضحيات، حتى لو كانت التضحيه اعلاميه مش مشكله. الفيلم ده بكره لما اخد الدكتوراه هتفرج عليه مره واثنين وثلاثه و10 عادي. طب بابا ممكن انا اتفرج على الفيلم؟ لا 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 ياسمين ذاكري، مفيش افلام، ذاكري يلا. يا الفيلم بدا اهو. عارفه يا ماما احلى حاجه بالفيلم ده ايه؟ انه لازم يتابع من الاول لان الفزع كله موجود في الاول. ايوه ايوه الفزع الرهيب الرهيب بقى بيبدا من نص الفيلم. رانيا رانيا الحته اللي انت بتحبيها يا رانيا في الفيلم اهي اهي، ساعه ما هو الراجل بقى دخل على القصر المهجور ودخل بقى لقى الاشباح مستنيينه ومعاهم الساحره المنبوذه اللي كانوا بلغوا فيها الاسم اهي. لا 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 عادي يعني انا ممكن اتفرج على فيلم ده مره واثنين وثلاثه يعني عادي بكره في الاعاده. لا 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 عادي ايه المحطه دي ما بتعيدش الفيلم، المحطه دي بكره الظهر ان شاء الله قافله عشان عندهم تحسينات. يلا يا رانيا حبيبتي على شرتك، انا عاوزاكي تاكلي كويس عشان تعرفي تركزي في المذاكره. طيب يا رانيا مادام هتاكلي كلي وانت بتتفرجي يا ماما. على فكره بقى انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، المخ فيه قناتين فقط للتركيز، قناه منهم للاكل وقناه منهم للمذاكره. اعتبري ان قناه منهم متشفره. تعالي تعالي تعالي. وعلى فكره انا عادتي معاك مش خير على فركز خالص، انا داخله اذاكر جوه في الاوضه واسع من طريق. يا رانيا رانيا الفيلم هيفوتك يا رانيا. طيب ماشي ذاكري ذاكري ذاكري. المكياج بتاعتك اللي انت مليانه بيها كده اهو التسريحه دي، افرض انا عايز احط اي حاجه احطها ازاي؟ بصي كمل الحاجات اللي انت حطاها ودي اساسا ما بتشتغلش اهي، بصي ما بتشتغلش لا فيها كلونيا ولا فيها اي حاجه، عامله لي زحمه هنا وخلاص. يا رانيا معقوله؟ عادل لو سمحت اسكت عشان عايز اذاكر. اه ما اذاكري انا بقول لك، بس يعني عشان تبقي تفضي لي حته جنبيهم مثلا ولا حاجه. يلا مش ام ميرفت طلقت جوزها امبارح؟ عادل يعني بس رجعته تاني النهارده، يعني هم على طول بقى يتطلقوا ويرجعوا كده وعلى طول طول الوقت. بس ام ميرفت على فكره من اول الناس اللي احنا قابلناهم اول ما جينا هنا في العماره، يعني ست لطيفه جدا يعني، وبعدين عارفه بتحبنا يعني، مش مثلا من الناس اللي هم بيتضايقوا او يلا طيب تصبح على خير يا رانيا. رانيا لا اكيد في حرامي بره في الصاله. عرفت ازاي؟ عشان ما فيش صوت خالص. ممكن تطلعي تبصي على الحرامي ده لو سمحتي؟ يعني عايزني انا واحده ست اطلع ابص على الحرامي؟ ما ممكن ما يبقاش حرامي راجل، ممكن تبقى حراميه ست عايزاني اطلع على واحده ست بص الساعه كام اطلع لها يعني ابص عليها يعني، وهي حتى لو حراميه يعني. وحياه امك سيبني اذاكر. لا خلاص براحتك ذاكر خلاص، حتى لو حرامي موجود اهو البيت يولع بقى هنعمل ايه؟ عشان انت مهتمه بمذاكرتك قوي يعني. ماشي ماشي صباح الخير. رانيا مش عارف انام يا رانيا. هو في ايه عادل؟ مش عارف انا ما بعرفش انام وحد بيقعد يذاكر جنبي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قصدي يعني من وانا صغير يعني ما بعرفش انام والنور منور كده، بص النور في الاوضه منور ازاي كتير جدا، ما بعرفش انام انا في النور. ماشي عادل اسكت بقى. ماشي وادي النور اهو. يلا ساتر صباح الخير. خمد بقى خمد. ايه جو مسلسل الايام اللي انت عاملاه ده؟ قاعده بتذاكري على شمعه. يا ماما ما دام عايزه تذاكري والمذاكره مقطعه بعضها انزلي مثلا ذاكري تحت على النور بتاع العمود. عادل انت عايزاني اقعد في البنات؟ ايه ده ايه ده؟ رانيا حبيبتي ايه ده؟ لا ما تنرفزيش نفسك، ايه الحاله العصبيه اللي جات لك مره واحده ده؟ لا 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 انت محتاجه تريحي اعصابك. ايه رايك نخرج بره مثلا نتمشى على النيل؟ اكيد النيل دلوقتي عامل طراوه جامده جدا. او نروح مثلا نتعشى في اي حته. نتعشى في اي حته. خلاص نتعشى في اي حته، نتعشى في اي حته. ايه رايك نتعشى في اي حته عشان نتاخر؟ يلا ها خلاص خلاص يلا قرا. ايه يا عادل قرا؟ ايه
ايه يا عادل؟ حرام عليك يا عادل، انا شربت العصير واتعشيت وحليت ودخلت الحمام مرتين ورجعت اتعشيت تاني، وانت من ساعتها قاعد ما طلبتش حاجه غير كوبايه الشاي اللي بقالك ساعه بتشرب فيها. في ايه يا رانيا؟ انت مستعجله على ايه؟ ما احنا قاعدين يا ماما. ما قلت لك 100 مره عندي مذاكره ولازم اروح بكره الصبح المكتبه عشان السيرش بتاعي. يا سلام، طب ما انا عندي شغل برضو في البازار وبعمل سيرش على رمزي طول اليوم وبلاقيه مستخبي مش عارف فين يعني. وبعدين بالرغم لا 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 يا رانيا، لا لا انت ما بقيتيش تحبيني زي الاول يا رانيا. لا لا يا عادل، والله لسه بحبك يا عادل. يا سلام، بتحبيني ويلا بسرعه ومستعجله وعايزه نقوم وبتاع. لا لا يا رانيا، لا انت بتحبيني بس ومبينه انك انت بتحبيني لغايه ما الحساب يجي، احاسب بعد كده ترجع ما بتحبنيش تاني يا رانيا. بص بص اقول لك على حاجه، حاسب وهتشوف، حاسب وهتشوف. شفتي شفتي، لو بتحبيني كنت خفتي على فلوسي يا ماما، ما كنتيش كل شويه تقولي لي حاسب حاسب حاسب. معلش حضرتك، ممكن الحساب لان احنا لازم نقفل الكافيه ده دلوقتي، وبعدين حضرتك لماح يعني بسم الله ما شاء الله، والكافيه ما فيش حد غيركم فيه. حاضر يا سيدي، من غير ما تقطبنا وريني الحساب كام. طيب اتفضل، وهات الباقي لو سمحت. حاضر. حاضر. حرام عليك، ما بقاش في حد قاعد غيرنا، يلا بقى نوم بقى. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا؟ مش خايف على فلوسي؟ استنى الباقي يا ماما، الباقي ده اهم حاجه دلوقتي. على فكره انا شم ريحه استعباط في الكلام اللي انت بتقوله، انت بتعمل كده ليه عادل؟ انا بعمل كده ليه؟ عادي يا ماما. الباقي حضرتك، هو عموما نص جنيه يعني. نص جنيه. طيب بص لو سمحت روح كهولنا بقى ايه ربعين عشان اديكوا بقشيش انت والشباب، طبعا سيرتوا معانا. يلا. لا مرسي، مش عايزين بقشيش. وايه اللي مش عايزين؟ انا عايز اديكوا بقشيش يا سيدي، انا راجل لارج. وروح فكهالي لو انتوا ما عندكوش فكه من هنا، من اي حته بقى، من العباسيه، من المطريه، من عين شمس، يعني ايه براحتك، وتعالى على مهلك ربعين. ها حاضر. خارجه ولا ايه؟ انا لسه راجعه من بره، كنت بقابل الدكتور المشرف على الماجستير بتاعي. وتقابليه ليه؟ عشان رساله الماجستير بتاعتي. وماجستير ليه؟ عشان الدكتوراه. ودكتوراه ليه؟ ناقصك ايه يا هانم؟ سريرك ناقص مله، تلاجتك ناقصه جبنه، حمامك ناقص صابونه، دكتوراه ليه؟ عادل، انا كنت بقابل الدكتور عشان اعتذر له عن رساله الماجستير بتاعتي. تعتذري له؟ ازاي يعني؟ ايه مش هتاخدي الماجستير والدكتوراه؟ ازاي؟ لا معقوله؟ ده انت كان حلمك وطموحك انك انت تاخدي الماجستير والدكتوراه، ازاي تتنازل عن حلمك بالسهوله دي يعني؟ البنت مروه بنت اللذينه طلعت بتنخى عليا. تخيل بنت اللذينه لا معاها لا ماجستير ولا دكتوراه ولا بتعرف تفك الخط اصلا. كل ده كانت بتضحك على جوزها لاهبل عشان هو اللي يتولى بقى شغل البيت. الكوميديا بقى ان هي اصلا معاش سنه رابعه، دي طالعه بثلاث مواد يا عادل، دي مش عارفه لحد دلوقتي تخلص، بقى لها 8 سنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ الحمد لله انك انت خلصتي سنه رابعه من اول سنه، وعرفت كمان انك جبتي تقدير مقبول جدا، ودي حاجه طبعا تدعو للفخر. برافو عليك يا رنا. الحمد لله الحمد لله. عادل، هو انا كنت عايزه اسالك سؤال يعني كده شويه كده محرج يعني. لا 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 حبيبتي، انت براحتك اسالي زي ما انت عايزه طبعا. هو انت كنت هتزعل يعني لو انا خدت الدكتوراه؟ لا 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 خالص، بالعكس تماما، ده انا كنت ابقى فرحان جدا ان مراتي دكتوره، وقدام كل اصحابي بقى اللي بالكتير مراتاتهم مثلا معاهم دبلوم او اعدادي مثلا، كنت اقول لهم بقى مراتي دكتوره، وبعدين لعلمك تكشفها عليا ببلاش، وممكن اجيب لك الواد رمزي تقعدي تتدربي في تعملي عمليات وتفشل براحتك، كنت ابقى فرحان طبعا. لا على اساس يعني انا كان هيبقى معايا ماجستير ودكتوراه وانت معاك دبلوم. ها لا ازعل ليه؟ ما هي بصراحه يعني عادل، انا عارفه ان الراجل مش بشهادته ومركزه، الراجل بحميته وامانه، وانت مدينا كل ده يا عادل. وبصراحه يعني انا كده فكرت وقلت يعني احسن لنا يعني نذاكر لياسمين على اساس يعني ان هي بقى اللي تبقى تاخد الدكتوراه. ربنا يخليكي ليا يا رانيا ويخليكي لبيتك يا رب. ميرسي يا عادل. وبجد يا رانيا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه يعني، انت طول عمرك واقفه معايا واقفه جنبي في كل الظروف، بتبقي واقفه جنبي يعني. ميرسي عادل. يعني افتكر طبعا لما كنت شغال موظف قبل ما افتح البازار، واول ما اترفدت من الوظيفه لقيتك جنبي. فاكره؟ يا واول ما خدت البازار ويا دوبك استلمت البازار مفيش يومين ثلاثه والبازار ولع ولقيتك واقفه جنبي. دي كانت ايام جميله. ولما عملت الزايده مرتين واقفه جنبي. ولما الضرايب حجزت على البازار كنت واقفه جنبي. فعلا. مش عارف حاسس ليه انك نحس.